أقرت البنوك المركزية ببعض دول الخليج زيادة معدلات الفائدة على الإيداع وعلى الإقراض في أعقاب زيادة الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه يوم أمس. البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع كذلك معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%. للمرة الثالثة على التوالي مصرف الإمارات المركزي أيضا يرفع سعر الفائدة فائت الإقراض ب 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 3% و 3.25%. أيضا رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%، في حين ارتفع سعر الفائدة في قطر 75 نقطة أساس إلى 3.75% للإيداع و 4.5% على الإقراض. أما في البحرين فتم رفع الفائدة على ودائع الأسبوع الماضي من 3.25% إلى 4%. ينضم إلينا الآن من المنامة السيد شيرو غوش، وهو نائب رئيس أبحاث القطاع المصرفي في بنك سيكو. أهلا وسهلا بك. إذن البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة بالمجمل فيما عدا الكويت ب 75 نقطة أساس على غرار الفيدرالي الأمريكي. السؤال، نعلم بأن معدلات التضخم في الدول الخليجية يعني مقبولة معتدلة نوعا ما بالمقارنة بمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ينعكس ذلك أي رفع البنوك الخليجية لأسعار الفائدة على الإقراض على الأنشطة الاقتصادية في المرحلة المقبلة؟ أولا شكرا على استضافتي في البرنامج. كما تعلمون دول الخليج لديها عملات مرتبطة بالدولار، وليس لدى بنوك المركزية أي خيار إلا أن تسير على خطى الفيدرالي تماما. وكما تقولين التضخم في المنطقة منخفض نسبيا مقارنة بالتضخم في الولايات المتحدة مثلا، وبالتالي هذا الأمر سيشكل ضغطا نوعا ما على الشركات، فهي ستضطر إلى رفع فائدة أعلى بسبب رفع الفوائد، وهذا يعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع، وأيضا القروض الشخصية أو قروض الرهن العقاري سترتفع فوائدها، وهذا الأمر سيشكل ضغطا. لكن عند المستوى الحالي الاقتصاد في المنطقة يؤدي أداء جيدا، وهو مدعوم بأسعار النفط، وبرأيي لن نرى إفلاسات في الشركات، بل ستتعرض ربحية الشركات للضغط، لكن ستظل الشركات قادرة على تحمل الفائدة الأعلى. طيب، أشرت إلى تعرض ربحية الشركات هذه للضغط، لكن أي الشركات التي ستكون أكثر عرضة لهذه الضغوط برأيك، في أي القطاعات؟ أولا الشركات ستتعرض للضغط لأن تكاليف الاقتراض سترتفع، وأي شركة لديها ديون عالية في القطاعات التي تكون فيها الرافعة المالية عالية هي ستتعرض لأثر أكبر، مثل قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري هما سيشعران بضغط أكبر. لكن من جهة أخرى مع ارتفاع أسعار النفط هذا الأمر سيقود إلى طلب أعلى، إذن من المؤمل أن تسمح الإيرادات العالية بتعويض بعض الارتفاع في التكاليف من جهة أخرى. طيب، أيضا أسألك سيد شيرو، يعني نعلم بأنه الفيدرالي الأمريكي سيستمر كما فهمنا وكل هذه الإشارات بتشديد السياسة النقدية ربما حتى نهاية هذا العام وبداية ربما العام المقبل، هل نتوقع وتيرة أقل من التشديد النقدي في البنوك المركزية الخليجية في المستقبل لحماية اقتصاداتها؟ يعني نعم العملة مرتبطة بالدولار، ولكن ربما يعني رفع أسعار الفائدة ولكن ليس بنفس وتيرة التشدد لجهة الفيدرالي الأمريكي التي ينوي القيام بها. البنوك المركزية برأيي ليست مضطرة إلى السير على خطى الفيدرالي بشكل دقيق، لكن يجب أن يكون الرقم قريبا. لنفترض أن أمريكا رفعت الفائدة بواحد أو 1.5% إضافية، فإن البنوك المركزية هنا قد ترفع الفائدة بربع نقطة أقل أو نقطة أقل، وبالتالي هم يجب أن يسيروا على خطى الفيدرال نوعا ما. مثلا إذا باتت التكلفة بالنسبة للبنوك في الخليج أقل
فالبنوك تستطيع أن تقترض من السوق المحلية وأن تقرض في الخارج. هذا الأمر سيشكل ضغطا على الاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي البنوك المركزية لا تريد أن تجد نفسها في وضع ستضطر فيه إلى فرض فائدة أقل مما هو عليه الحال في أمريكا، وبالتالي سيحاولون السير على ذات الخطى تقريبا. طيب، كيف يمكن للمستثمر الخليجي برأيك الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة وتفادي أي تأثير سلبي ربما لتشديد السياسة النقدية؟ الاستراتيجية المثالية التي نقترحها هي الدخول إلى القطاعات الآمنة مثل القطاع المصرفي، ففي كل رفع للفائدة ب 25 نقطة أساس سيكون هناك ارتفاع في هوامش الأرباح، وعندما ترتفع الفائدة مستويات أعلى لن يكون التمرير كبيرا، لكن رفع الفائدة يحسن أداء المصارف وأرباحها. ثانيا، من المنطقي الالتزام بالقطاعات ذات الرافعة المالية الأقل، هناك الكثير من الأسهم الاستهلاكية التي ليست لديها مديونية عالية وهي ستتفوق في أدائها على الشركات الأخرى ذات المديونية الأعلى. إذن هذه هي الاستراتيجية المثالية التي نوصي بها الزبائن أن يتبعوها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المنام سيد شيرو غوش نائب رئيس أبحاث القطاع المصرفي في بنك سيكو، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.